لم يكد المؤتمر الاقتصادي يختتم أعماله بالإعلان عن عدد من المشروعات والمكاسب حتى بدأت عاصفة من التفنيد والتحليل بين مؤيد لتلك المشاريع ومعارض لها. مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر كان له نصيب الأسد من الجدل الذي دار حول جدوى المشروع ومدى حتميته والبدائل المطروحة له. 90 كيلومتر مربع هتكون في صورة. وفي حين يقول مراقب بأن المشروع سيضمن تحقيق نوعا من اللامركزية، يتساءل آخر عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة تقارن بين جدوى بناء عاصمة جديدة وجدوى صرف تلك الأموال الطائلة للتصدي لمشاكل العاصمة الحالية. فرضيات تستشهد باستدعاء تجارب دول أخرى في نقل عواصمها لتأييد المشروع، وأخرى تستند على الاستدعاءات ذاتها للطعن على جدواه. ويبقى السؤال الأهم، هل تضخ العاصمة الجديدة الدماء في جسد القاهرة الشائخ؟